ما يمكنش تكون مزيان وانت ما كتصليش، حيث الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأن الصلاة عماد الدين، لأن قال ابن عباس إذا فتحت الصلاة فتحت كله وإذا سدت سدت، هكذا. الخلق يعني حبل من الله وحبل من الناس، حينما هو خير في حبل من الناس ولا خير في حبل من الله لا يمكن أن أقول أنه أن عند الخلق، لا يمكن هكذا، عندي هذا عندي في نظر. الصلاة هي عماد الدين الأخ ديالي، خصك تعرف القضية هذه، فهمت؟ الصلاة ومثلا السيد هذا كيتسمى عنده الخلق ولا مثلا هذا ماشي مبرر بأن غادي يتسمى كامل الأوصاف ديالو، ولكن الصلاة هي عماد الدين. الصلاة سنية هي الصلة مع الله سبحانه وتعالى، ادعوني أستجب لكم، الله سبحانه وتعالى كيقولها. الصلاة ضرورية يا أخي، الصلاة هي الدين ديالنا الصراحة، فهمت؟ لازم خصو يصلي ماشي الصلاة، بزاف د الحوايج خصو يعملهم، فهمتي؟ يعني اللي في الدين ديالنا كلشي خصو يعملو، فهمت؟ آخر ما كانش كيصلي هو مزيان يقدر يكون في الدنيا، فهمتي؟ والله سبحانه وتعالى واش غتلقى. أهم حاجة في الدنيا هي الصلاة، والأخلاق راه كتنطبق بزاف ديال الحاجات، ماشي الإنسان ضروري يكون كيصلي باش أنا نكون مخلق ومؤدب. نقدر نكون مخلق بلا ما نكون كنصلي. يعني ماشي ضروري يكون الانسان كيصلي باش تكون الافعال ديالو مزيان. لان الصلاه ربي كيقول لك اعمل للدنيا كانك ستعيش ابدا، اعمل للاخره كانك ستموت غدا. يعني الانسان واخا يكونوا الافعال ديالو ناقصين، المهم يصلي ويعبد الله، وهذه مع المده يقدر يتحسن في الاسلام والدين ويتبع الطريق مزيان ان شاء الله. الانسان خصو اولا بعد الايمان هو الاولي، خصو يكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومؤمن يعني بالكتب وبالرسل وكذا، وما يكونش يكذب، عاد بعدا يصفي الصلاه ديالو، لانه اذا صلى المهم الا كان الصلاه صافيه حتى هو غيكون صافي مع الله سبحانه وتعالى باش يصفى الصلاه باذن الله سبحانه وتعالى. الصلاه هي عماد الدين، والانسان اللي ما كيصليش الله يهديه، يقدر يكون انسان مخلق وما كيصليش. الصلاه ضروريه ولا ماشي ضروريه؟ هي ضروري، ضروريه الصلاه. الله يهدي الجميع. شوف الصلاه شي حاجه من عند الله ضروريه، فهمتي؟ ماشي باش تكون مزيان ولا تكون ماشي مزيان، فهمت؟ صلي هذيك ضروري، شي حاجه مفروضه علينا حنايا في الايمان ديالنا. اما بحال مزيان ولا ماشي مزيان هذاك كيبقى الخوا من نظريه الواحد، فهمت؟ ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيجعلو يكون مزيان ملي كيكون كيصلي، فهمتي؟ اذا ما كانش كيصلي يعني غيكون بدون الله سبحانه وتعالى، ما يكونش مع الله. الصلاه ضروري في الحياه، مفروضه علينا. بالنسبه للخلق يمكن للانسان فعلا يكون الخلق ديالو مزيان ويكون ما كيصليش، ولكن باش يزيد الخلق ديالو يكمل اكثر واكثر، يعني الصلاه هي كتزيد له في الخلق ديالو. اما من الناحيه ديال الخلق فعلا ان حنا كنشوفوا مثلا كتجبر النصارى، كنشوفوا النصارى ولا كنشوفوا يعني الانسان لا يدين بدين الاسلام، ومع ذلك كتجبر الاخلاق ديالهم كتجبرها عاليه، فهمتي؟ وهذا الشيء كنلاحظوه على ارض الواقع.